يا صباح الفل يا صباح الفل يا صباح الفل. مع ان حلقه النهارده هي حلقه للرجاله، لكن حاسس كده ان كل اللي قاعدين دلوقتي هم الستات، وكلهم مستنيين من حلقه الاسبوع اللي فات علشان يشوفوني ان انا حشفي غليلهم من الرجاله ولا لا. لكن ماشي ولا يهمني، ان شاء الله باذن الله هتعد على خير ولن اسمح لكن ابدا بالنيله مني مطلقا. ندخل بقى على حلقه النهارده، لكن في ختام الحلقه في كلمتين مهمين قوي لازم تسمعهم كويس. حلقه النهارده هي عن الواجبات والحقوق المفروضه على الزوج تجاه زوجته في حياتهم الزوجيه. اول حق من الحقوق هو الحقوق الماليه، والحق الثاني هو حقوق غير ماليه. الحقوق الماليه هي المهر اللي بيدفعه الزوج لزوجته، بيكون ملك خاص للزوجه، لا جوزها بياخده منها بعد كده، ولا ابوها ولا امها ولا اي حد من اهلها له اي حق في المهر اللي الزوج بيدفعه. تاني واجب في الحقوق الماليه هو الانفاق على الزوجه، ماكلها مشربها ملبسها مسكنها، ولا علاقه على الاطلاق بحاله الزوج الماليه بحاله الزوجه الماليه. لو كانت الزوجه اغنى اغنياء العالم وكان الزوج افقر فقراء العالم، فان واجب الانفاق على الزوجه بيكون من الزوج فقط، وعلى الزوجه انها تقنع بما ينفقه زوجها عليها على حسب حالته الماديه. والله بقى هي لو معاها فلوس خاصه بيها وعايزه تجيب لنفسها حاجه زياده هي حره، لكن الاساسيات اساسيات اللبس والاكل والشرب والسكن بتكون على الزوج فقط. مراتك لو بتشتغل مالكش دعوه بمرتبها، ما تاخدش مرتب مراتك. مرتب الزوجة من عملها هو حق خاص للزوجة، لا يحق للزوج انه يمد ايده عليه أبدا. لو هو اتجوزها وهي بتشتغل أو ضمنيا معروف انها هتشتغل، يعني ايه؟ يعني زي ما يكون مثلا اتجوز واحدة في كلية الطب، ما هتبقى دكتورة بعدين. اتجوزت واحدة في كلية التربية أو ما انت عارف انها هتشتغل بعدين، مهندسة أو في آخر كلية في هندسة، ما هتشتغل بعدين. هذا هو المعروف بضمنيا انها هتشتغل. لو اتجوزتها على كده ومتفقين على كده في اول العقد، لا يحق لك ابدا ان انت تاخد مرتبها بعد الجواز. وده مش اجتهاد، ده مصداقا لحديث الرسول عليه الصلاه والسلام ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. لكن لو اشتغلت بقى بعد جوازكم، هنا بقى ممكن تتفاوضوا مع بعض على جزء من شغلها، على جزء من مرتبها، على عدم شغلها، بما لا يؤثر على حياتكم الزوجيه. الزوجة بقى لو شافت انها تساعد جوزها او بيتها بجزء من مرتبها او حتى بمرتبها كله، هي حرة، كتر الف خيرها على كده، لكن لا يكون هذا فرضا واجبا عليها. لان الحقيقة والله انا اعرف رجالة الحقيقة يعني بيبقوا نايمين في البيت وسايبين زوجاتهم هم اللي بيشتغلوا بيصرفوا على بيتهم، هم رجالة محسوبين على الرجالة. وبشوف رجالة في السوبر ماركت بيتسوقوا مع مراتاتهم وعند الكاشير، ادفعي يا ام محمد، بتحصل والله وشفتها. لكن على جانب اخر، لو الزوجة بقى ساعدت جوزها في مصاريف البيت بطيب خاطر، عيب قوي وما يصحش انها تزل جوزها او تعايره انها تصرف على البيت. الحق التاني هو الحقوق غير المالية، وتحت العنوان ده بتيجي حاجات كتير قوي تندرج تحت عنوان كبير اسمه المعاشرة بالمعروف. ربنا سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال واستوصوا بالنساء خيرا، وقال في حديث آخر خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والمقصود هنا بالأهل اللي هي الزوجة. معاشرة بالمعروف يعني لا تسمعها إلا كل كلام حلو، ما تهنهاش، ما تشتمهاش بألفاظ خارجة، ما يصحش، عيب. لا تأتي بتصرف غير مسؤول قدامها، تقعد في البيت قدامها زي ما بتحب إن هي تقعد قدامك بالظبط، مش أول ما تدخل البيت تقوم خالع لبس الخروج ومطوحه في اي حته وقاعد قدامها وكرشك مدلدل كده وانت لابس ملابسك الداخليه، يا راجل عيب والله. من المعاشره بالمعروف انك تستمع ليها وهي بتحكي حكاياتها، لا تنصرف عنها لاصدقائك واصحابك ثم تاتي هي في ذيل القائمه، زي ما بنشوف رجاله طول النهار والليل قاعدين على القهاوي وضحكتهم واصله لاخر الشارع وهم بيلعبوا وبيتسامروا مع بعض، واول ما بيدخل البيت بيركبوا 100 عفريت ويكشر تكشيرة تنزل حجبه اللي فوق تحت عينه على طول، ولو مراته اتكلمت كلمة واحدة يبقى مش طايق يسمع حتى الكلمة التانية. من ضمن المعاشرة بالمعروف انك توسع في الانفاق على مراتك لو ربنا ميسر لك حالك، مش تصرف وتشبرق ولا تبشرق، مش تصرف على نفسك بقى ولما الموضوع يوصل لمراتك تقوم مطلع لها جيب البنطلون. ربنا سبحانه وتعالى قال لينفق ذو سعة من سعته،
من ضمن المعاشرة بالمعروف ان انت برضو تغض الطرف عن بعض عيوب الزوجة لسببين. السبب الاول ان مفيش حد فينا كامل، واكيد هي فيها برضو صفات تانية كويسة، فدايما لما يكون فيها صفات كويسة وصفات وحشة حاول ما تبصش للصفات الوحشة قوي. الحاجة التانية ان انت برضو يعني ما انتش كامل، ما انت اكيد برضو فيك صفات برضو وحشة هي كمان وهي مستحملها. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الشريف: لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. من ضمن المعاشرة بالمعروف عدم افشاء سر الزوجة اللي بينك وبين مراتك، عيب عليك كراجل انه يطلع بره، سواء لحد من صحابك او حد من اهلك او امك. من ضمن المعاشرة بالمعروف المحافظة على صلة الرحم بين زوجتك وبين اهلها. الراجل المتربي ابن الناس هو اللي بيعامل اهل زوجته زي اهله بالظبط، يبرهم ويودهم ويتحمل مسؤوليته تجاههم زي ابوه وامه بالظبط. لو اي راجل عمل كده مع اهل زوجته والله دي كانت اعتقد يعني تنام تحت رجلك ليل نهار، ولا يمكن ابدا ان هي ترفض لك اي طلب. لكن لابد هنا من ذكر شيء مهم جدا، وهو في نفس الوقت رد على سؤال من احدى الصديقات في الحلقه اللي فاتت. سالت عن رفض الزوج لاهل زوجته من زيارتها في بيته. بصوا يا جماعه عشان بس الامور تكون واضحه، في قاعدة فقهية بتقول طاعة الزوج مقدمة على بر الوالدين. الزوج من حقه ان هو يمنع اهل زوجته من زيارتهم ليها بما فيها ابوها وامها لو كان هناك سبب قوي يدعو الى ذلك. يعني بيقلبوها عليه، بيخلوها تتمرد على العيشة، بيعملوا مشاكل كل ما يروح زورهم. هنا من حق الرجل ان يحافظ على بيته، من حقه ان هو يحافظ على حياته الزوجية من اي شيء ممكن يعكر صفوها. اما الزوج اللي بيمنع اهل زوجته من زيارتها دون سبب غتاتة يعني، فهو آثم قلبه وحرام عليه شرعا، بل ويلعنه الله لانه قد تسبب في قطع الرحم. من ضمن المعاشرة بالمعروف ان تقدر حالة زوجتك المزاجية في خلال الشهر، الحالة المتقلبة. الستات يا جماعة بيجي لهم دورة شهرية، والدورة الشهرية بيحصل فيها تقلب في الهرمونات بيقلب الحالة المزاجية للست. الستات يا جماعة بيحملوا 9 شهور كاملة شايلين في بطنهم عيل لا بيفارقهم ليل ولا بيفارقهم نهار. انت حضرتك لو شلت كيلو طماطم لمدة ربع ساعة ايديك بتنمل. الست بتولد وبتتألم، وما أدراكم ما ألم الولادة. ألم الولادة هو ثاني أقصى ألم في العالم، يأتي مباشرة بعد ألم الحرق حيا. معدل الألم الطبيعي الذي يستطيع أن يتحمله الإنسان هو 45 وحدة ألم، بينما تتحمل المرأة أثناء الولادة 57 وحدة ألم. هذا الألم يشبه بالضبط أو يساوي ألم كسر 20 عظمة. الست بترضع وبتربي وبتكبر وبتطبخ وبتنظف وبتغسل وبتكوي، وفي الآخر حضرتك ممكن تكون قاعد قدام التلفزيون قاعد تتفرج على فيلم هابط وزعلان قوي على شكلها المنعكش بعد كل اللي بتعمله ده. علشان كده من ضمن المعاشرة بالمعروف ان الزوج يساعد زوجته في اعمال المنزل لما يلاقيها بتعمل كل ده لوحدها. مش عيب والله العظيم، مش عيب ابدا ان انت تحضر العشاء او تحضر الفطار او تغير الاولاد. انا والله عملت كل ده وما زلت بعمله لغايه دلوقتي بكل ود وغير مفروض عليا ابدا. اي راجل مفروض يعمل كده ولا ينتقص هذا من رجولته ابدا. من ضمن المعاشرة بالمعروف الغيرة على الزوجة من اي رجل تاني غيره، سواء بقى بيغير من نظرة من ابتسامة من كلمة أو أو أو. عشان كده لابد كل زوجة أن تتقي الله في اللبس اللي بتلبسه. مش حضرتك تلبسه قصير وتنزلي بفستان مثلا صدره عريان وتنزلي الشارع كده، ولما حد يعكسك أو يبصلك نظرة مش ولا بد تشتميه وتقولي إن هو لازم يغض بصره. طبعا لازم يغض بصره، لكن حضرتك لازم تحترمي نفسك برضو وتلبسي لبس محترم. أما بقى الزوج اللي بيسمح لزوجته ان هي تنزل من البيت وهي لابسه كده بالمنظر ده، فده ينطبق عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة ديوث. قال: وما الديوث يا رسول الله؟ قال: الرجل الذي لا يغار على اهله. يا جماعة ده الحيوانات بيغيروا على انساهم، ده الجمل لو في جمل تاني قرب من الانثى بتاعته بيقتله. الحيوان الوحيد الذي لا يغار على انثاه هو الخنزير. اترضى لنفسك ذلك؟ من المعاشرة بالمعروف حق القوامة، والحق ده الحقيقة مش مفهوم لبعض الناس. في بعض الناس فاهمين حق القوامة ان هو عبارة عن تسلط الرجل او قهر الرجل للمرأة او فرض سيطرة على المرأة من قبل الرجل. هذا عكس مفهوم القوامة تماما. القوامة جاية منين؟ من القيام بأمور المرأة كلها.
الصرف عليها، الانفاق عليها، تقضية المشاوير الخاصة بتاعتها، رعايتها في مرضها، من علاج، من رعاية، من اهتمام. بمنتهى البساطة، القوامة أن يكون الرجل سند لزوجته. كلمة مساواة الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل دي مقولة غربية في منتهى الغباء والله. مفيش حد كرم المرأة أكتر من الإسلام. ملكة متوجة، الرجل هو الذي يخطب ودها، يقضي لها كل طلباتها. ما اعتقدش ابدا، ما اعتقدش يعني ان في واحده ست يعني تحب جوزها اضعف منها او انها تمشي كلمتها عليه. المراه جمالها في انوثتها ورقتها وضعفها. ضعف المراه جمال والله. المراه تعشق الرجل الذي يحتويها، اما الرجل الذي تحتويه فلا تشعر امامه باي نوع من انواع رجولته. المراه تعشق الرجل الذي يشعرها بانوثتها وليس الرجل الذي يشعرها بأنها أقوى منه. المرأة تعشق الرجل الذي تسجد له عن الرجل الذي يركع لها. هو ده مفهوم القوامة كما جاء في كتاب الله العزيز: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نيجي بقى للكلمتين المهمين اللي أنا عايز أقولهم يا جماعة الخير، يا أيها المتزوجون والمتزوجات. العلاقة الزوجية يا جماعة ليست بنود مكتوبة. مفيش حاجة اسمها مطلوب من الزوج 1 2 3 4 5 ومطلوب من الزوجة 1 2 3 4 5. في أمور واضحة لا لبس فيها، لكن في بعض الأمور المتشابكة واللي ربنا سبحانه وتعالى سهلها لنا وسابها لنا إحنا علشان نبرز فيها معنى جميل جدا 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 ربنا ذكره في آيتين مختلفتين. الآية الأولى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما فيش حد فيكم اتجوز غير وكانت الآية الكريمة دي مكتوبة على جواب الفرح، ولا انتوا يعني بس بتوريها للناس ومش بتشوفوها. الآية الثانية: ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني ايه بقى؟ وركزوا في النقطتين دول لان هم دول مفتاح نجاح اي سعادة زوجية. يعني المفروض ان العلاقة الزوجية تكون علاقة مودة ورحمة وليست علاقة تنافسية الغرض منها سيطرة واحد على الثاني او محاولة كل واحد من الزوجين تحقيق مكسب على حساب التاني. لا خالص، هي مش حرب ولا معركة. سر نجاح العلاقة الزوجية هو المودة والرحمة ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني لو في أمر مشتبك بينكم وانت مش عارف هو حق ليك ولا حق ليها، وهي مش عارفة هو حق ليها ولا حق ليك، لو بصيتوا للأمر ان العلاقة هي علاقة مودة ورحمة وانها ترتكن على ألا تنسوا الفضل بينكم، هتلاقي نفسكم انتوا الاثنين بتتنازلوا عن هذا الأمر تطبيقا لهذا المعنى الرائع، المودة والرحمة. يعني ما تحبكوهاش قوي وتمسكوا على الواحدة، خلوا علاقتكم فيها نوع من أنواع إنكار الذات، التنازل المتبادل. المتبادل يعني ما ينفعش طرف يضحي والتاني لا. التنازل لابد أن يكون متبادل والتضحية يجب أن تكون متبادلة. لو وصلتوا للمرحلة دي والعطاء المتبادل ده لا يمكن يكون في مشكلة بينكم في أي يوم من الأيام. أتمنى أكون غطيت الموضوع من جميع جوانبه، وأعتقد يعني لو كل زوج وكل زوجة بصوا للجواز على أنه هو علاقة تكامل وليس علاقة تنافس، لو كل طرف شاف أن هما الاتنين في مركب واحدة وعناد الاتنين لن يؤدي إلا لغرق المركب لا محالة، أعتقد ما فيش علاقة زوجية ممكن تفشل بالمفهوم ده. أشوفكم بقى إن شاء الله في الأسبوع الجاي.